اوكي ممتاز. فكمان مرة أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله بتكون جلستنا اليوم ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. إحنا اليوم زي ما بتعرفوا أو زي ما أوريدي كتبنا بدعوتنا، هو أول ويبينار بتكون في أكاديمية الشباب الفلسطيني، وهو عبارة عن ويبينار بعنوان بناء الجسور والروابط مع مؤسسات علمية عالمية وعربية، ومن ضمنها هلا اليوم أنا راح طبعا أعرف عن حالي على أساس أبشر بداية بمين أنا. هلا أنا معكم دكتورة ساندي الأعمى، أنا معي دكتوراه بالكيمياء وعلوم المواد من جامعة ميونخ التقنية وجامعة بوتسدام بألمانيا، بالإضافة لأني خريجة جامعة بيت لحم بالكيمياء الصناعية، وحالياً أنا عم بشتغل كباحثة ما بعد الدكتوراه ومسؤولة مختبر بجامعة آخن بجرمني. وهاي السنة تم انتخابي لأكون رئيسة أكاديمية الشباب الفلسطيني، وبالتالي اليوم راح أعرفكم عن أكاديمية الشباب الفلسطيني بشكل بسيط، ومن ثم رايحين نباشر مع الدكتورة مها نصر ضيفتنا لليوم، اللي راح تخبرنا عن أهمية التعاون العلمي مع أوروبا والشرق. الدكتورة مها نصر طبعا هي راح تعرف عن حالها أكثر، ولكن هي مشارك بروفيسور بالصيدلة والصيدلة الصناعية من جامعة عين الشمس بمصر، كمان هي مشارك رئيسة في أكاديمية الشباب الألمانية أكاديمية الشباب الألمان والعرب للعلوم والإنسانيات. اليوم زي ما حكيت راح أباشر بالتعريف عن أكاديمية الشباب الفلسطيني، من ثم رايحين نسمع عن السيرة الذاتية للدكتورة مها نصر، كمان عن أكاديمية الشباب الألمان والعرب للعلوم والإنسانيات، ومن ثم راح نفتح المجال لأسئلتكم واستفساراتكم والتحاور مع الدكتورة مها بخصوص إمكانية التعرف أكثر عن الأكاديمية. طبعاً زملائي الدكتورة ثبات الخطيب والدكتور عبد الهادي العجلة والدكتور أيمن الحاج داود رايحين يساعدوا في عملية طرح أسئلتكم وفتح النقاش للدكتورة مها نصر، فبتمنى إنه تكتبوا أسئلتكم بالتشات وزملائي بالأكاديمية رايحين هم يفتحوا المجال لحضراتكم لحتى تتشاوروا. لحتى نبدأ، أكاديمية الشباب الفلسطينية نشأت الفكرة من قبل شباب فلسطينية، إذا تنتبهوا على المعلومات عنهم بتلاحظوا إنهم من مختلف هم فلسطينية ولكن متواجدين بمختلف الأوساط، منهم موجود بالضفة بفلسطين، منهم من غزة، ومنهم موجود بالشتات. وأكاديمية الشباب الفلسطيني حالياً هي مكونة من 13 عضو، وبرضه الأعضاء أنفسهم من مختلف الأوساط، منهم من غزة، منهم من الضفة، ومنهم أيضاً من الشتات، وجميعهم حاصلين على الدكتوراه وعندهم خبرات ما بعد الدكتوراه. كأكاديمية الشباب الفلسطيني في مجلس مكون من 6 أشخاص، من ضمنهم الرئيسة هو القائم على اتخاذ القرارات وتنفيذها، ولهذه السنة تم انتخاب الدكتور شادي أبو ضلفة، الدكتور محمد العدم، الدكتور عبد الهادي العجلة، والدكتورة سهى المدبوح، دكتورة ثبات الخطيب، وحضرتي لنكون جزء من صنع القرار في اتخاذ قرارات تخص الأكاديمية. أكاديمية الشباب الفلسطيني هي جديدة، نشأت بأواخر 2019، ونحن شاكرين جداً لأكاديمية
الأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا اللي دعمت وأسهمت في مساعدة الأكاديمية لأنها تنشأ. وأكاديميتنا هي رؤيتها أنه تكون منصة للشباب الفلسطيني الباحث في سواء في فلسطين أو في الخارج، ونعمل جسور بين الأكاديميين الباحثين مع صناع القرار في فلسطين، وذلك بهدف أنه نقوي الوجود الفلسطيني سواء وطنياً أو عالمياً، وكذلك المشاركة في تغيير والتأثير على مستقبل فلسطين من خلال الأفكار والعلوم مع بين الفلسطينيين. من ذلك نشأت أهداف الأكاديمية اللي هي أنه نساهم في إعطاء المجال للأكاديميين الباحثين الفلسطينيين بالتعريف عن أنفسهم، تقوية الباحثين وتشجيعهم للمشاركة في صناعة القرارات مع المؤسسات الفلسطينية، والمشاركة في أبحاث ومشاريع بمختلف المجالات، إضافة لتشجيعهم على التواصل مع باحثين آخرين سواء بالدول العربية أو بشكل عالمي واللي بيختصوا أو بيهتموا بالعلوم. ونهاية وأهم شيء إنه نحفز عملية الوجود الفلسطيني من خلال التكنولوجيا والعلوم. وكخطوة أولية لتحقيق هاي الأهداف إحنا بدينا بهذا الويبينار، وهون بكون أنا أنهيت أول جزء من الويبينار لليوم، وبتمنى إنه تكونوا بالتواصل معنا ودائماً متابعتنا عن طريق وسائل التواصل المختلفة أو عن طريق بريدنا الإلكتروني pya@palace.ps. وهلأ راح أفتح المجال للدكتورة مها نصر لحتى تشاركنا بمحاضرتها وتخبرنا أكثر عن ذاتها وعن الآجيا. شكرا جزيلا دكتور ساندي، أهلا بحضراتكم جميعا. أنا الحقيقة شرفت بالدعوة الكريمة من أكاديمية الشباب الفلسطينية لاستضافتي النهاردة في الحلقة النقاشية النهاردة للتعريف عن الآجيا وكيفية زيادة التعاون ما بين أكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات وأكاديمية الشباب الفلسطينية. هعرف حضراتكم عن نفسي، أنا اسمي دكتورة مها نصر، أستاذ مساعد الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وحالياً أنا الرئيس المشارك لأكاديمية الأجيا وعضو بعض الأكاديميات الأخرى منها أكاديمية الجلوبال يونج أكاديمي اللي هي أكاديمية الشباب العالمية، وزميل للأكاديمية الأفريقية للعلوم وأكاديمية التواس للديفلوبينج كونتريز، وزميل منصة نكست أينشتاين فورم، وزميل برنامج الريادة الأفريقية الأفريكا ساينس ليدرشيب، وأيضاً عضو بأكاديمية الشباب المصرية الإياس. الحقيقة النهاردة أنا كنت سعيدة جداً بالدعوة، لأن إن شاء الله نبني مع بعض كولابوريشنز ما بين أكاديمية الأجيا وما بين أكاديمية الشباب الفلسطينية. مش بس كده، أنا كمان إن شاء الله حابة لو في أي تعاون بحثي لأي حد interested في مجال بحثي أنا الشخصي، طبعاً برحب جداً بالكولابوريشن العلمي. فهستأذن حضراتكم في البرزنتيشن هبدأ الأول أتكلم على الأجيا وإزاي بتقدر هي تحقق التعاون مع الدول العربية المختلفة، الستركتشر بتاع الأجيا، الهيئة التنفيذية للأجيا، الأدفايزوري بورد، تقسيمة الوركينج جروبس في الأجيا، إزاي بنقدر بنحصل على تمويل والتمويل ده باتجاهاته إيه بالظبط، وأخيراً هختم بماي بيرسونال إكسبيرينس في الكولابوريشن مع أوروبا وأماكن مختلفة. فهستأذن حضراتكم أن هبدأ الشارينج من عندي للبرزنتيشن. دكتور ساندي هستأذن حضرتك، هل البرزنتيشن السلايدز واضحة عند حضرتك؟ نعم أنا شايفها. تمام إن شاء الله. إن شاء الله التايتل النهاردة بتاع الويبينار النهاردة هيبقى عن الـ Scientific Cooperation مع أوروبا والشرق الأوسط، وإيه أهميته وإزاي نقدر نحقق ده عن طريق الأجيا،
ايه هي السبل اللي احنا نقدر نتعاون بيها مع أكاديمية الأجيا. مبدئيا الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات الأجيا هي أول bilateral academy، بمعنى إنها أول أكاديمية بتعنى بالcooperation ما بين دولة أوروبية وهي ألمانيا والدول العربية المختلفة. هدفها إيه؟ إنها تعمل network ما بين الباحثين المتميزين في ألمانيا والباحثين المتميزين في الدول العربية المختلفة. وطبعاً شرفنا إن في 2 أعضاء من الأكاديمية الفلسطينية للشباب أعضاء كمان في الأجيا. فالحقيقة أكاديمية الأجيا هي هدفها الربط ما بين ألمانيا والدول العربية المختلفة. هدف التعاون إيه؟ هيبقى مواجهة التحديات عن طريق البحوث والتعاون البحثي المختلف ما بين ألمانيا وما بين الدول العربية المختلفة. أكاديمية الأجيا تم إنشائها في سنة 2013، وزي ما قلت لحضراتكم هي أول أكاديمية bilateral ما بين دولة أوروبية والدول العربية المختلفة. حالياً إحنا عدد الأعضاء 60 عضو متقسمين إيكوال ما بين الأعضاء الألمان والأعضاء من الدول العربية، وتحت disciplines مختلفة بحثية، مش بس life sciences أو technical sciences أو social sciences، كمان الأكاديمية معنية بالhumanities والarts. فالحقيقة الأكاديمية interdisciplinary والmembers يعني الdisciplines بتاعتهم متنوعة بشكل كبير جدا. التمويل لأكاديمية الأجيا بيكون من وزارة البحث العلمي الألماني German Federal Ministry of Education and Research BMBF plus Arab partners المختلفين في الدول المختلفة. حاليا الadministration offices لأكاديمية الأجيا موجود طبعا في الأوفيس الأساسي في برلين، في أوفيس في كايرو، وفي ريجنال كوردينيتورز في بيروت وتونس، وإن شاء الله نطمح إن يكون في أدمينستريشن كمان في جميع الدول العربية وفلسطين إن شاء الله قريبا بإذن الله. أهداف الأجيا يمكن أقدر أعملها سامرايزيشن لأربع أهداف. الهدف الأول هو تشجيع الانترديسيبلينري ريسيرش، وأي مشروع بيتم تقديمه من خلال الممبرز أول كرايتيريا في الإيفاليويشن بتبقى لازم إن الريسيرش ده يبقى انترديسيبلينري، بمعنى إن لو حضراتكم دخلتوا على الويب سايت بتاعت أكاديمية الأجيا وحضراتكم شفتم البروجيكتس اللي تم تمويلها، ممكن حضراتكم تلاقوا حد من الفيلد مثلاً of الهيومانيتيز عامل ريسيرش مع حد في اللايف ساينسز. فالريسيرش في الأجيا بيتميز بالطابع الانترديسيبلينري، وده طبعاً بيؤدي إلى أفكار كتيرة outside the box، زي ما هعرض على حضراتكم بعض من هذه الأفكار. تاني هدف من أهداف أكاديمية الأجيا هو الكاباسيتي بيلدينج، أو إزاي نقدر نعمل إمباورمنت للممبرز وإمباورمنت لأي كولابوريتور مع أكاديمية الأجيا، وإنشاء بروجيكتس بتبقى دايماً تخدم السوسايتي، بتبقى دايماً on the interface ما بين الساينس والسوسايتي. بالإضافة إلى التعاون البحثي، الأجيا كمان معنية بالريسيرش أورينتد بوليسي أدفايس، عن طريق إن نعمل زي political debates أو الأمور اللي بتهم policy in general، وتم عمل نشر policy briefs أكتر من policy brief وتوصيات من أكاديمية الأجيا من خلال المشروعات اللي بتعني بالpolicy advice. آخر هدف من أهداف أكاديمية الأجيا، والحقيقة ده من الأهداف اللي فعلاً واضحة جداً وتميز هذه الأكاديمية، network building. الحقيقة كمية الأكتيفيتيز اللي بتعملها أكاديمية الأجيا للممبرز والكولابوريتورز لا تقتصر فقط على التعاون البحثي، ولكن أيضا زي ما حضراتكم هتشوفوا في الأنيوال كونفرنسز بيبقى فيها نتوركينج أكتيفيتيز بشكل قوي جدا، وده بيساعد على الكولابوريتيف بروجيكتس حتى لما الممبرز بيبقوا ألوميناي وبيتخرجوا لسه هم they are still engaged مع الأجيا، فبالتالي النتورك بالوقت بتكبر مش بتقل، بالعكس. حالياً الأجيا باديز نقدر نقسمها كده، إن عندنا ستيرينج كوميتي في الأجيا اللي هي اللجنة التنفيذية مكونة من 6 أعضاء، 3 أعضاء ألمان و3 عرب. بنعمل جنرال أسامبلي مرتين في السنة، بيبقى عندنا اجتماع لجميع الممبرز. الحقيقة قبل الكوفيد 19 كان بيبقى فيه جنرال أسامبلي واحد في ألمانيا وواحد في دولة من الدول العربية، دلوقتي بسبب الكوفيد 19 بنعمله بقى فيرتشوال. تقسيمة الممبرز داخل الأكاديمية بيبقى فيه تمويل بحثي لحاجة اسمها تاندم بروجيكتس، اللي هي بروجيكت خاص بممبر ألماني مع ممبر عربي، بتبقى سبيشاليزد
projects لتو members فقط، ولكن الworking group projects بتبقى activity لworking group كامل، وهعرض على حضراتكم إيه هي الworking groups اللي موجودة في الأجيا. طبعاً عندنا administration offices زي ما قلت لحضراتكم، والprincipal investigator صاحب فكرة إنشاء أكاديمية الأجيا بروفيسور دكتور فيرينا لابر من ألمانيا، وهي الprincipal investigator لأكاديمية الأجيا. طبعاً الأجيا فيها advisory board، وهقول لحضراتكم مين الadvisory board الحاليين لأكاديمية الأجيا. وطبعاً عندنا الalumni network اللي زي ما قلت لحضراتكم رغم إن هم بيتخرجوا الممبرز، ولكن still هم connected للأجيا وعلى اتصال سواء بالمشاريع البحثية أو بالممبرز الحاليين. حالياً الأجيا steering committee مكونة من 6 أعضاء زي ما قلت لحضراتكم، 3 عرب 3 ألمان. الرئيس العربي الحالي لأكاديمية الأجيا هو أنا، والرئيس الألماني هو actually من أصل مصري بس هو مع الجنسية الألماني بروفيسور دكتور عمرو رزق. والستيرينج كوميتي للأجيا طبعا بنجتمع كل شهر لمناقشة أي مواضيع تطرأ تخص الأكاديمية، وبنمثل الأكاديمية في الانترناشنال كونفرنسز، ومعنيين كمان بالأكاديميك إكستشينج مع الانستيتيوشنز المختلفة سواء في ألمانيا أو في الدول العربية المختلفة. حاليا الخريجين من أكاديمية الأجيا هم 48. لو شفنا الأفليشن بتاع الممبرز والألومناي هنلاقي إن هم متوزعين على 78 جامعة وجهة بحثية مختلفة، وموجودة في حوالي 18 كونتري. والفيلدز التخصصات للممبرز بتتراوح ما بين ناتشرال ساينسز، لايف ساينسز، سوشيال ساينسز، تكنيكال ساينسز، هيومانيتيز اند ارتس. فالحقيقة في توزيع قوي جدا للديسيبلينز داخل أكاديمية الأجيا. بالنسبة للجندر ريشيو هو طبعاً مش إيكوال قوي، 37% فيميل و 63% ميل ممبرز، فإن شاء الله نتعشم إن الفيميل بارتيسيبيشن في الممبرشيب أوف أجيا يزيد. واختيار الممبرز بيتم عن طريق competitive selection process بتبقى كل سنة، والعضوية بتبقى لمدة 5 سنوات. الجنرال أسامبليز قبل بقى مرحلة الكوفيد 19 كانت بتبقى فيزيكال، واحد بيبقى في ألمانيا والتاني بيكون في دولة من الدول العربية المختلفة. وزي ما قلت لحضراتكم النتورك بيلدينج في أثناء الجنرال أسامبليز بيبقى عالي جدا، لأن الممبرز they come to discuss بقى الفيوتشر projects، بنعمل الإلكشن للستيرينج كوميتي، بنعمل فوتينج على الانترنال إيشوز الخاصة بالأكاديمية بشكل طبعا ديمقراطي جدا. و طبعاً بيبقى فيه cooperation قوي قوي في الجنرال أسامبليز ما بين Arab partners مختلفين، بيتم الانترودكشن بيهم في الجنرال أسامبليز، وبيبقوا part من الأجيا family اللي عمالة بتكبر إن شاء الله، ونتعشم إن هي تكبر أكتر وأكتر كمان بالوقت. طبعاً بيبقى فيه من ضمن الأكتيفيتيز غير الworking group meetings زي ما هعرض على حضراتكم دلوقتي، إن الممبرز بالإضافة إلى إن هم بيعملوا مشاريعهم البحثية الخاصة بيهم، كمان بيبقى فيه مشاريع خاصة بالجروبس اللي هي الworking group meetings. فطبعاً بنجتمع بشكل دوري، في طبعاً التاسك فورس meetings اللي هي مجموعات عمل زي ما بنقول، بس مش خاصة بمشاريع، هي خاصة بinternal affairs. يعني مثلاً عندنا nomination committee، دي واحدة من التاسك فورس المعنية بال shortlisting للcandidates، وإن هم يعني يبقوا shortlisted لمرحلة الانترفيو، plus إن بيبقى فيه trainings مختلفة في أثناء الgeneral assemblies بتساعد أكتر على networking ما بين الممبرز وما بين البارتنرز المختلفة. زي ما قلت لحضراتكم ان الأجيا فاندينج بيبقى مين اللي جاي من البي ام بي اف بلس سام عرب بارتنرز. والحقيقة احنا السنة اللي فاتت اخدنا فاندينج للخمس سنين القادمة بقيمة 15 مليون يورو من البي ام بي اف، ولغاية دلوقتي من 2016 تم عمل اكتر من 250 كولابوراتيف بروجكت، حضراتكم هتلاقوهم موجودين على الويب سايت اللي كمان بيتم تحديثها علشان تشمل البابليكيشنز الخاصة بالبروجكتس دي، موجودة على الويب سايت، فتقدروا حضراتكم لو حابين حضراتكم تعرفوا معلومات أكتر هي موجودة على الويب سايتس الخاصة بالأكاديمية. زي ما قلت لحضراتكم الريسيرش فورماتس قد تاخد شكل working group projects اللي بيتم فيه تجميع مجموعة من الممبرز بانترست معين علشان يعملوا group project. في طبعاً التاندم project الخاصة بممبر من جيرماني وممبر من الأرب كونتري.
في طبعا الايديا كومبيتيشن وده فاندنج من نوع مختلف. لو حد من الممبرز عنده انوفاتيف ايديا حابب ان هو ياخد عليها فاندنج بيعرضها في اثناء الجنرال اسامبلي وبنعمل عليها فوتنج جميعا كممبرز، وصاحب احسن ايديا بياخد اكتر فوتنج بيتم تمويل الايديا الخاصه بيه. تم طبعا استحداث ريسيرش موبيليتي بروجرام، وده انا بعتبر ان هو من النقط القويه جدا في اكاديميه الاجيا لانها بقت تساعد على السفر العلماء الالمان من المانيا الى واحده من الدول العربيه والعكس، يعني باحث او ممبر من الدول العربيه يقدر ان هو من حقه انه يسافر المانيا لمده من 4 لـ 6 شهور، وفي أثناء الفترة دي الأكاديمية بتقوم بتمويل إقامته وتمويل سفره وتمويل كل السبسيستنس الخاص بإقامته في الفترة دي في ألمانيا أو بالنسبة للباحث الألماني في الدولة العربية. بالنسبة للworking groups، الحقيقة أكاديمية الأجيا حالياً مقسمة لستة working groups، وطبعا في طبعا ميزه في اكاديميه الاجيا ان الممبرز نفسهم هم اللي اختاروا الوركينج جروبس دي مع قابليه استحداث وركينج جروبس جديده. يعني الحقيقه يعني كل سنه ممكن بيبقى فيه اقتراحات من الممبرز ان طب ما نستحدث وركينج جروب جديد معني بثيم معين. فلغايه النهارده احنا عندنا 6 وركينج جروبس. الجروب الأول هو الأرب جيرمان إديوكيشن، الجروب الثاني معني بالكومن هيريتج والكومن تشالنجز، الجروب الثالث الانرجي والووتر اند انفايرمنت، الجروب الرابع عن الانوفيشن، الجروب الخامس هيلث اند سوسايتي، والجروب السادس عن الترانسفورميشن. وهدي حضراتكم نبذة صغيرة عن كل وركينج جروب وإيه هي أبرز البروجكتس اللي تم عملها تحت الأمبريلا اوف ذيس جروب. هبدأ بالأرب جيرمان إديوكيشن، والجروب ده معني ب كل ما يخص التعليم وتطويره سواء في ألمانيا سواء في الدول العربية. فالحقيقة من ضمن المشروعات اللي احنا بنفخر بيها اللي تم تمويلها تحت مظلة الأرب جيرمان إديوكيشن جروب هي الـ promotion of innovative pedagogical tools، بمعنى ازاي ان احنا نقدر نحسن نعمل active learning او active teaching experiences في التعليم العالي سواء كانت في الدول العربية او نستفيد بالخبرة الألمانية في تطوير التعليم. والحقيقة عملنا اكتر من workshop، واحدة كانت في الأردن، واحدة كانت في تونس، واحدة كانت في مصر، عن ازاي اقدر استخدم الاساليب والاسس الحديثة في التعليم وازاي ده يقدر ينعكس على تطوير التعليم في الدول العربية وتطوير المناهج في الجامعات والاماكن البحثية. مش بس كده، كان في ممبر من الأجيا عمل ماث أولمبياد كامب، زي كامب معني باكتشاف المواهب وتطوير المهارات الخاصة بالحساب والماث. وكان الأولمبياد كامب ده تم إقامته في الدوحة، وكان حقيقة كان very successful event. وطبعا في بعض البروجيكتس المعنيه بتحسين بعض اوضاع الايديوكيشن، او مثلا يعني كان في بعض الجامعات ما تسمعش خالص عن الاكتيف تيتشنج تكنيك، وبالذات في الاماكن الرورال الارياز في مثلا في الدول العربيه المختلفه. فطبعا تم عمل وركشوبس وتريننج للاكاديميكس هناك بشكل قوي جدا. الوركينج جروب الثاني وهو الكومن هيريتج والكومن تشالنجز، الحقيقه ده معني بالتراث بقى القديم سواء التراث الالماني التراث العربي والتحديات المختلفه. فمثلا كان في كالتشرال ايفنتس مختلفه تم عملها تحت هذا الجروب، من ضمنها بعض الهيستوريكال ايفنتس او والكالتشر الخاصه ببعض الايلاندز مثلا زي مالطا زي صقليه زي زنجبار فور اكزامبل، بعض الكالتشرال سيجنيفايرز. ومعروف ان بالذات في الدول العربيه، ودي يمكن حاجه بيحسدونا عليها في المانيا، ان احنا دايما عندنا الفود او الكيوزين بتاعنا بيبقى حاجه مميزه جدا واتس بارت اوف اور كالتشر. فكان في مثلا ايفنت معني بالفود وازاي هو بيمثل كالتشرال سيجنيفيكانس في المجتمعات العربيه المختلفه ان كومباريزن تو جيرماني. فدي كانت project من البروجكتس الانوفاتيف اللي تم تناولها في هذا الجروب، طبعا بالاضافه الى الهيستوريكال اكستشينج والكالتشرال اكستشينج على مدى السنين ما بين الارب كونتريز وما بين جيرماني.
الworking group الثالث كان خاص طبعا بالenergy والwater and environment، ودي طبعا حاجة مهمة جدا وبنلاقيها طبعا في معظم الأكاديميات، هي القضايا البيئية، القضايا الخاصة بالطاقة والمياه. فالحقيقة الجروب ده كان أكتف جدا وعمل مجموعة من البروجيكتس اللي خاصة بالclimate change، اللي خاصة بالsmart cities، اللي خاصة بالbio energy، واللي خاصة طبعا بالadvanced technologies in general، الخاصة بمجال الenergy والwater والenvironment. الجروب الرابع هو جروب الhealth and society، وده طبعا اتشغلنا جدا بعد أزمة الكوفيد 19. الجروب ده الحقيقة كان very dynamic، وكنا planning projects معينة once إن جات فترة الكوفيد 19، عملنا shifting للactivities بتاعتنا لمشروع نقدر نقول إن هو مشروع دولي، مشروع قومي. وطبعا من ضمن الجامعات نتشرف ان كان في جامعات من فلسطين مشتركه معانا في هذا المشروع لاستحداث تريتمنتس جديده للكوفيد 19، او نقدر ندرس بعض تاثير بعض النباتات، بعض المواد المختلفه في الكوفيد 19. فطبعا الهيلث اند سوسايتي هو بالاصل معني بالتشالنجز الخاصه بالمجال الصحي وتاثيرها على المجتمعات المختلفه، والهيلث كير ايه بقى الامراض مثلا، نعمل سيرفي، ننشر نتائج السيرفيز دي، بالاضافه الى بعض الاكتيفيتيز البحثيه اللي كلها متعلقه بالصحه. الجروب اللي بعد كده هو جروب الانوفيشن، وزي ما حضراتكم شايفين في اول صوره اللي هي صوره الروبوت دي، من ابرز المشاريع اللي تم عملها من خلال جروب الانوفيشنز، وهو علاقه السوشيال روبوتس ب يعني قصدي بالسوشيال روبوتس اللي هي الروبوتس اللي هي تقدر انها تتفاعل مع الهيومن بينجز. طيب ايه قابليتنا احنا كريسيرشرز او كمجتمعات ان احنا نتقبل فكره زي دي؟ طيب تاثيرها ايه علينا، نحب ما نحبش؟ فجروب الانوفيشن الحقيقه معني بكل الافكار الجديده والافكار المختلفه اللي ممكن يعني تنشا. فطبعا بداوا بجروب السوشيال روبوتس، مكملين في النانو ماتيريالز باي ديزاين، السمارت بيلدينجز، الجرين ترانسفورميشن، كان في مشروع للفاب لابس وتشجيع الشباب على عمل انوفاتيف برودكتس وعرض فكرتهم افكارهم المبتكره. فالحقيقه الجروب ده برضو من الجروبس اللي فيري بيزي في اكاديميه الاجيا. واخيرا جروب الترانسفورميشن، ومن اسمه هو معني باي تغيرات، سواء تغيرات كالتشرال، تغيرات بوليتيكال، مثلا معني بقضايا الرفيوجيز، الميديا ترانزيشنز، الميوتوال اكسشينج اوف ايدياز بين المجتمعات المختلفه. فالحقيقه برضو جروب الترانسفورميشن كان ليه بصمه كبيره جدا في اكاديميه الاجيا. لحد كده احنا خلصنا الوركينج جروب بروجكتس. طيب بالنسبه للبوليسي ريبورتس، هل اجيا اخذت دور في البوليسي ريبورتس؟ فعلا بدات الاجيا بمشروع الومن امباورمنت في مجال الاجريكلتشر. وطبعا الحقيقه الومن امباورمنت ده قصه كبيره جدا، وطبعا معنيين بها اكتر في الدول العربيه. فاخترنا اول ديسيبلين وهو ديسيبلين الاجريكلتشر، لان الباحثات يعني تمثيلهم في مجال الأجريكالتشر بيعتبر تمثيل ضئيل جدا، فكنا حابين نعمل لهم ترينينجز ونسمع عن السكسس ستوريز المختلفة للباحثات في مجال الأجريكالتشر. فالحقيقة نشرنا بوليسي ريبورت عن الموضوع ده بعد الترينينج. بعد كده كان في برضو بوليسي ريبورت وسام ريكومنديشنز عملناها من خلال، كانت مشتقة من التوصيات اللي طلعنا بيها بعد ما عملنا الوركشوبس الخاصة بالأكتف بيداجوجيكال تكنيكس في الدول العربية المختلفة. والحقيقة عرضنا التوصيات دي في بالتعاون مع أكاديمية تونس للعلوم في بيت الحكمة، وعرضنا الموضوع ده في International Conference. فنشرنا policy reports من أهداف الأجيا وإزاي إن هي تقدر تطور في الهاير إديوكيشن، وكان ده تعاون مشترك ما بيننا وما بين الأكاديمية في تونس. طبعا في dialogues مختلفة بتتم ما بين policy maker decision makers و يعني أشخاص مختلفة، بيبقى دايما Arab German dialogue أو Arab dialogue عن يعني قضايا مختلفة، ومن ضمنها قضايا المايجريشن. بالنسبة للساينس دبلوماسي، طبعا في الأجيا شاركت بديبيتس كتيرة جدا، بديسكشنز مختلفة، في بانلز مختلفة.
طبعا عن طريق يعني في موضوعات مختلفه خاصه بالكالتشرال هيريتج، خاصه بالبوليتكس، وخاصه بموضوعات كتيره جدا. طيب في بعض الكولابوريتيف بروجكتس اللي الحقيقه انا لمستها بايدي في مصر وكنت جزء منها وكنت سعيده بيها جدا، لان هي زي ما حضراتكم هتشوفوا هي تعاون مشترك ما بين مصر والمانيا، مصر والمانيا والدول العربيه المختلفه. فكان مثلا من ضمنها المشروع اللي حكيت لحضراتكم عليه، المشروع الخاص بالكوفيد 19، ايجاد سانيتايزرز which are environmentally friendly، ايجاد ادويه مختلفه تقدر تساعد في التريتمنتس، ايجاد فورميوليشنز مختلفه للادويه اللي اوريدي موجوده وكانت في الكلينيكال ترايلز المختلفه. وده كان الحقيقه تعاون مثمر جدا ما بين انستيتوت باستور في تونس، جامعه القدس في فلسطين، جامعه الزيتونه في الاردن، جامعه عين شمس في مصر، وجامعه شاريتي في برلين. مش بس كده، ده كان في مشروع لتحويل الاجريكالتشرال ويست تو ذا فاليو ادد فولز، كان ما بين الجامعه الامريكيه وجامعه سان جوزيف في لبنان مع جامعه ترينر لموين انستيتوت في المانيا. واخيرا برضو مشروع انا كنت سعيده بيه جدا، وهو مشروع الستم لابس، اللي هو اخر صوره حضراتكم شايفينها اللي هي العربيه دي، هي تم تطبيقها في مصر بس ان شاء الله هيتم تطبيقها في الدول العربيه المختلفه. فكرة إيه الستم لابس؟ فكرتها إن في بعض الأماكن، بعض المدارس، بعض الجامعات اللي موجودة طبعاً في rural areas، والمقصود بيها إن يعني أماكن بعيدة التكنولوجيكال ادفانسز مش بتوصل لها زي ما بتوصل للعواصم، زي ما بتوصل لبعض المدارس البريفيليجد أكتر. فالحقيقة جت من الفكرة دي، فكرة الموبايل ستم لاب، إن يبقى في لاب مجهز للساينس والتكنولوجي، في equipment على أعلى مستوى، وتبقى اللاب ده متحرك بحيث أنه يقدر يزور المدارس المختلفة، يقدر يزور الأماكن المختلفة في rural areas. وعملنا الحقيقة بدينا التعاون مع بعض المدارس في الفيوم هنا في مصر، في بعض المدارس اللي فعلا located في rural areas، وكان الحقيقة تدريب مثمر جدا لطلبة المدارس، سواء كانت في المرحلة الابتدائي أو المرحلة الإعدادي أو المرحلة الثانوي. الحقيقة كان تدريب على أعلى مستوى على technological advances كتيرة، من ضمنها مثلا الـ 3D bioprinting، من ضمنها الـ solar energy، من ضمنها الـ nanotechnology. فالحقيقة إحنا سعداء جدا برضو بالمشروع ده، وإن شاء الله هيتم تطبيقه في الدول العربية المختلفة. حالياً الأجيا أدفايزوري بورد عندنا عرب ريبريزنتيفز من دول عربية مختلفة، الكويت، من مصر، من قطر، من المغرب ومن لبنان، وعندنا جيرمن ريبريزنتيفز من أماكن مختلفة، منها مثلاً برلين براندنبورغ أكاديمي أوف ساينسز، الجيرمن ناشونال أكاديمي أوف ساينسز ليوبولدينا، الجيرمن جوتا إنستيتيوت، البراشن كالتشرال هيريتج فاونديشن، والجيرمن أكاديميك إكستشينج سيرفيس اللي هي الخاصة بالبي أدي. الأجيا Administration حالياً بس عندنا الأجيا Office في برلين، وأجيا Regional Office في القاهرة، وRegional Coordinators في بيروت وتونس، وإن شاء الله بنطمح إن يبقى عندنا Regional Coordinators في البلاد العربية المختلفة إن شاء الله. بكده أنا خلصت الإكسبيرينس الخاصة بالأجيا والتعاون المختلفة، مجالات التعاون المختلفة والأكتيفيتيز اللي بتقوم بيها الأجيا. الحقيقة أنا كpersonal experience، التعاون البحثي اللي أنا قمت بيه مع أوروبا ومع الدول العربية المختلفة، يخليني إن أنا بشجع الparticipants في الويبينار الحالي وأي حد إن شاء الله هيسمع الريكوردينج للويبينار ده، على التعاون وعلى الانفتاح على العالم الخارجي وعلى الدول الأوروبية المختلفة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن الحقيقة أنا هحكي بقى my personal experience. أنا أكاديميك في المقام الأول، شغالة في مجال الدراج ديليفري والدراج تارجتينج والنانو تكنولوجي الخاص بالصيدلة، وإزاي أستخدم النانو تكنولوجي في علاج الأمراض المختلفة. الحقيقة زي ما بنقول في مصر كده، أنا كنت بيور أكاديميك من اللاب للبيت ومن البيت لللاب، يعني جزء الإكسبوجر وعضوية الأكاديميات ما كانتش في بالي قوي، إلى أن حضرت التريننج ابتديت أحس إن الأكاديميك لازم زي ما هو بيبقى ليه حياته في اللاب وبيبقى ليه الريسيرش بتاعه، لازم يكون ليه بيرسونال أو يعني
professional cooperation من خلال الأكاديميات، من خلال الأكتيفيتيز المختلفة. الحقيقة أنا كان اعتقادي قبل ما أنا يعني أدخل في الممبرشيب أوف الأكاديميات المختلفة، كنت معتقد أن ده هيضيع وقتي، أو يعني لا طب الوقت ده خليني يبقى focused في الريسيرش أكتر. ولكن الحقيقة أنا الريسيرش إكسبيرينس بتاعتي زادت بعضويتي للأكاديميات، زادت بالتعاون المختلف والاستماع للريسيرشرز من ديسيبلينز مختلفة. ده فتح لي أفكار كتيرة، إداني كولابوريتيف نتورك كبيرة جداً، وانعكس كمان على شخصيتي مش بس كباحث، لأ ده شخصيتي بروفيشنالي كمان انعكست عليا بشكل كبير جداً. فأنا الحقيقة حابة أشجع البارتيسيبنتس اللي سمعينا دلوقتي والمشتركين معانا وأي حد إن شاء الله هيسمع الريكوردينج بضرورة الاهتمام بعضوية الأكاديميات. الحقيقة هتسري في شخصيتكم جداً، ومش بس كده أنا برضو حابة دايماً إن أنا في كل ويبينار بيتم استضافتي فيه أو في أي international conference إن أنا يعني أشجع الكولابوريشن والتعاون مع أي حد من الparticipants. يعني أنا الحقيقة شغلي في مجال النانو تكنولوجي، في مجال الدراج ديليفري، ودايماً مؤمنة إن الكولابوريشن is twofold. بمعنى مثلاً أنا كنت سبيكر في مؤتمر معين أو في وركشوب معينة، الحقيقة كمية الكولابوريشنز اللي بطلع بيها من المؤتمر ده بتبقى فعلاً very 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 much added value بالنسبة لي. بلاقي إن بعد مثلاً international conference بلاقي ناس بتبعت لي على الإيميل ومن دول مختلفة. أتذكر مثلاً إن أنا كنت في سبيكر في الفاي كونفرنس السنة اللي فاتت، والحقيقة بعد ما عملت المحاضرة بتاعتي الخاصة بالنانو تكنولوجي والدراج ديليفري، ناس كتيرة جدا تواصلت معي على الإيميل، وطبعا يعني سعيدة جدا إن بعضهم كانوا من دولة فلسطين. فالحقيقة في ongoing collaboration، فببقى سعيدة جدا جدا إن أنا أتعاون مع أي حد حابب إن هو يتعاون في مجال النانو تكنولوجي، في مجال الدراج ديليفري، مش بس كده، في مجال الكاباسيتي بيلدينج، في مجال الامباورمنت، أي حد محتاج بروفيشنال أدفايس. أنا الحقيقة ببقى سعيدة جدا وبرحب بأي كولابوريشن، ويشرفني طبعا التعاون مع حضراتكم جميعا. وأنا يعني سايبة الريسيرش جيت والجوجل سكولر بروفايل بتاعي والإيميل طبعا لأي حد من حضراتكم حابب ان هو نتعاون بحثيا، نتعاون بروفيشنلي، نتعاون في اكتيفيتيز. وطبعا يعني بحب طبعا اشكر ماي كولابوريشن نتورك، طبعا غير طبعا اكاديميه الاجيا، الجامعات المختلفه اللي انا بتعاون معاها سواء في انجلترا، سواء في امريكا، سواء في هولندا، وطبعا ماي بارتنرز هنا في مصر طبعا بالاضافه الى المانيا، وان شاء الله الى تعاون مثمر باذن الله. و أنا بكده خلصت، وطبعاً يعني إن شاء الله أتمنى إن حضراتكم تتابعونا وتتابعوا activities أكاديمية الأجيا. وعايزة أأكد على معلومة، لأن طبعاً إحنا عدد الممبرز limited في أكاديمية الأجيا. طب هل لو أنا مش ممبر أقدر إن أنا أتعاون مع الممبرز أو مع الأكاديمية؟ طبعاً حضراتكم هتلاقوا على الويب سايت بتاعت الأكاديمية الإيميل والكونتاكت بتاعت كل الممبرز، وبنرحب بإن حضراتكم تقوموا بالاتصال بينا إن شاء الله وبالممبرز، ونقدر إن إحنا نعمل أكتيفيتيز مختلفة مع بعض. وطبعاً دي عندنا الفيسبوك بيج والويب سايت بتاعتنا، وطبعاً التويتر أكاونت، وإن شاء الله يعني إلى كولابوريشنز مثمرة إن شاء الله ما بين أكاديمية الأجيا وأكاديمية الفلسطينية للشباب. وطبعاً برحب بأسئلة حضراتكم، لو طبعاً أي حد عنده أي أسئلة أو حابب يتناقش معنا طبعاً برحب بحضراتكم. شكراً دكتورة مها على المحاضرة الجميلة، وفعلاً كانت معلومات جداً مفيدة. في بتوقع في سؤال دكتورة ثبات. مساء الخير دكتورة مها، في البداية خليني أرحب فيك مرة ثانية. اسمي ثبات الخطيب، أنا أحد الأعضاء المؤسسين لأكاديمية الشباب الفلسطينية، ودكتورة في مجال علوم الأعصاب التطبيقية. خليني في البداية أخبرك مرة ثانية قديش نحن أكثر من سعيدين أن نستضيفينك، منك أنت أول ضيفة معنا بسلسلة لقاءاتنا اللي رح نعملها على أهمية التعاون العلمي مع أوروبا والشرق. وشكرا كثير عن جد على المعلومات القيمه اللي وضحتي لنا اياها عن الايديا، وكمان عن النصيحه الشخصيه وعرضك للكولابوريشن بالمستقبل، واكيد نحن رح نكون على تواصل معك.
هلأ في وقت نأخذ أسئلة من الحضور، فأي حدا عنده أي استفسار بإمكانه يرفع إيده وأنا بخليه يسأل السؤال. ففي أي حدا عنده سؤال؟ أوكي منبلش. في عنا نور. نور بإمكانك تشيل المايك الأميوت وتسأل السؤال للدكتورة مها. أوكي السلام عليكم. شكرا كثير لكم جميعا. دكتورة مها بالخصوص شكرا كثير، أنت رائعة ما شاء الله عنك، أهلا فيكي. بس عندي سؤالين. الأول أنا حابة أعرف عن حالي، أنا المهندسة نور سعيد، خلصت ماجستير طاقة متجددة، عملت رسالتي في ألمانيا عن طريق جسر العلوم طبعا. هلأ إذا كان عندي مثلا فكرة لموضوع دكتوراه، فما بعرف موضوع كيف التمويل، كيف ممكن أطرحها عليكم، يعني مش عارفة بالضبط يعني أحدد أو أعمل orientation لحالي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا بدي أصير عضو مثلاً في أكاديمية زي أكاديميتكم، شو المتطلبات، شو المفروض أعمل، مع مين أتصل، وهذا هو. شكراً كثير. تمام. شكرا ليكي دكتورة نور. أنا الحقيقة أنا الأسعد بوجودي مع حضراتكم النهاردة. هجاوب على سؤال حضرتك الأول الخاص بتمويل رسائل الماجستير والدكتوراه. هي الحقيقة التمويل من أكاديمية الأجيا بيكون للأعضاء، ولكن تخصص حضرتك في ممثل في بعض الأعضاء من الأكاديمية الأجيا معنيين بالتخصص بتاع حضرتك تحديدا، فأنا بشجع حضرتك إن حضرتك تدخلي على الويب سايت بتاعت أكاديمية الأجيا. حضرتك هتلاقي sorting للmembers by field أو by discipline. حضرتك لو كتبتي مثلاً discipline بالخاص بحضرتك أو يعني بالmembers، حضرتك هتلاقي كل member تحته البيوغرافي الخاصة به والأبحاث اللي هو نشرها والإيميل والcontact الخاص بتاعه. فأنا بشجع حضرتك إن حضرتك تتواصلي معاه من خلال الإيميل وتشرحي له الفكرة الخاصة بحضرتك، وممكن هو يقدم على فند من أكاديمية الأجيا وياخده ويقوم بتمويل جزء من رسالة حضرتك في حالة إن شاء الله يبقى في تعاون بحثي بإذن الله. بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني الخاص بالعضوية، هو الحقيقة العضوية إحنا بنعمل call for membership كل سنة، إن شاء الله هنعملها. يمكن إحنا لسه مخلصين الكول فور ممبرشيب السنة دي، كانت في أبريل من شهرين، فإن شاء الله على أول السنة الجديدة أو على آخر السنة دي هنعمل الكول فور ممبرشيب الجديدة. ولكن الممبرز إحنا من ضمن الكرايتيريا بيبقى لازم حضرتك تكوني بعد ما حضرتك تحصلي على الدكتوراه من 3 سنين ل10 سنين، لأن الممبرز يعني بعد ما بيكونوا حصلوا على البي اتش دي بيبقى فيه شوية considerable experience إنهم ممكن يبقوا leading researchers وفي نفس الوقت يبقوا في الearly career. فمن ضمن الشروط الالتحاق بأكاديمية الأجيا إن يكون مر على البي اتش دي من 3 سنين ل10 سنين. فإن شاء الله إحنا بنرحب بحضرتك بإذن الله إن حضرتك تقدمي في العضوية بعد حصول حضرتك على البي اتش دي، وطبعا يعني ان شاء الله نكون سعيدين بالتعاون مع حضرتك باذن الله الى ان تصبحي عضو في اكاديميه الاجيا. تمام شكرا لك نور. دكتور معاويه تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافيه جميعا. شكرا دكتوره مها على هذا التقديم طبعا، والمعلومات الصراحه يعني مهمه جدا. هلا أنا بدي أسأل سؤال بخصوص اللي هو لو حصلت على مثلا أو قدمت فكرة بحثية في مجال معين وبدي أعمل مثلا تيم مع شخص من ألمانيا أو بعرفش يعني هل هو فقط هو محصور في ألمانيا أو غير ألمانيا. الفكرة إنه أنا معي الجنسية الألمانية وعيش في فلسطين من سنتين تقريبا بعيش في فلسطين ولكن أحمل الجنسية الألمانية، هل هذا معوق ممكن لتمويل هذا البحث أو التعاون البحثي؟ برحب بحضرتك. الحقيقة ده مش معوق خالص، بالعكس. وأنا عايزة أقول لحضرتك إن يعني إحنا طبعاً في هي الأكاديمية العربية الألمانية، لو شخص عربي في ألمانيا هو بيعتبر جيرمن ممبر، ولو شخص ألماني في دولة عربية بيعتبر عرب ممبر.
حضرتك ما شاء الله بتجمع بين الجنسية الألمانية والجنسية العربية كمان، فإن شاء الله طبعاً ده مش معوق خالص، بالعكس إحنا بنرحب بحضرتك إن شاء الله كيعني عضو في أكاديمية الأجيا بإذن الله. وبالنسبة لأفكار حضرتك البحثية، زي ما قلت كنت للدكتورة نور، إن لو حضرتك طبعاً تفضلت وشفت الويب سايت الخاصة بأكاديمية الأجيا، بما إن هي أكاديمية فيها ممثلة جميع التخصصات، فحضرتك أكيد هتلاقي التخصص بتاع حضرتك موجود في أكيد ممثل بممبر أو أكتر. فطبعاً أنا بشجع حضرتك إن حضرتك تتواصل معاه بخصوص الفكرة، وإن شاء الله يكون في تعاون مثمر بإذن الله مع أعضاء الأكاديمية. شكراً، شكراً كثير. شكراً لك دكتور معاوية. دكتور شهادة تفضل. يا مرحبا دكتورة مها. This is شادي، دكتور شادي براقوني. عضو مؤسس بالأكاديمية الفلسطينية وكمان عضو بالأكاديمية العربية الألمانية. دكتورة مها شكرا كثير لك صحيح على البرزنتيشن. Even though like I listened to that a couple of times probably but it's really interesting to hear that again. دكتورة مها سؤال صحيح لك. شو في بتتوقع في challenge ممكن تبقى موجودة لما الواحد بده يعمل initiate like contact or collaboration بين العرب و members of Europe. هلأ forget about إنه في funding، إحنا هون في funding مثلاً بالأجيا، فبالتالي الناس هم تعمل collaboration، في يعني في incentives right. The question هان تبعي لو ما في funding وأنا حابب أتعلم شيء جديد وأنا مني أجيا member، تتوقع شو في تشالنج موجودة وكيف ممكن تعطينا more insights there؟ يعني كيف الواحد ممكن يعمل initiate that cooperation and what kind of challenge that could face ال researcher. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا دكتور شادي، وانا طبعا سعيده جدا بوجود دكتور شادي معانا، لان هو يعني عضو very very active في اكاديميه الاجيا. فالحقيقه انا يعني شكرا جزيلا للدعوه الكريمه، وسعيده جدا ان انا يعني شفتك النهارده. الحقيقة التشالنج ده يمكن كل الباحثين بيعانوا منه في الـ initiation of collaboration لو الباحث not funded. فأنا الحقيقة النصيحة اللي أنا دايماً بنصحها للسكولرز دايماً وأنا بعمل initiation of contact مثلاً by email مع professors برا، طبعاً ما ينفعش أن أنا أبعت لبروفيسور واحد، يعني أنا لازم أعمل زي survey وsurvey كويس قوي. For example لو أنا رايح ألمانيا أشوف all the possible options اللي عندي، الجامعات المختلفة، ما ينفعش أن أنا to stick to one professor وأقول خلاص أنا مستني رد منه هو، لا بالعكس أنا I have to keep my options opened وأبعت لناس كتيرة جداً. الحاجة التانية ودي برضو ساعات إحنا بنفتقدها كأرب سكولرز، حتة الماركتينج of ourselves. يعني ساعات كتيرة بلاقي some of my scholars يجوا يبعتهم مثلاً the professors برا، ويبعت very standard email من غير ما يعرف عن نفسه، من غير ما يعرف على the highlights of his research، من غير ما يحط the publications بتاعته. فدايماً البروفيشناليزم في الإيميل وإزاي إن أنا to market myself as a researcher، ولازم الكولابوريتور يحس انها it's a win-win situation. يعني انا هستضيف هذا الباحث عندي في اللاب، بس definitely انا شايف فيه حاجة special تخليني ان انا اديله privilege حتى لو هو مش عنده fund ان هو يبقى موجود عندي. فحتة الماركتينج وحتة ازاي ان انا to highlight الانجازات بتاعتي، to highlight the activities, how to write a professional email, how to write my biography، دي مهمة جدا. ولما بنيجي نعمل يعني workshops for empowerment of scholars بركز عليها جدا الموضوع ده. فالحقيقة يمكن دول two key points اللي انا دايما بقولهم، وطبعا لو في بقى اضافة يعني من عند حضرتك انا طبعا استفيد منها. يعني شكرا لك دكتورة، وشكرا لك دكتور شادي. في عندنا كمان سؤال من الدكتور شادي أبو ضلفة، تفضل. تحياتي للجميع، شكرا طبعا دكتورة مها لهذا اللقاء المميز. نشكرك طبعا على حضورك وعلى دعمك لأكاديمية الشباب الفلسطينية. للتعريف معك الدكتور شادي أبو ضلفة أستاذ مساعد بكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة وفلسطين، وعضو لجنة تنفيذية بأكاديمية الشباب الفلسطيني. بصراحة يعني أنا بدي أسأل عن موضوع المشاريع. يعني ما شاء الله واضح أنه في عندكم إنجازات في مشاريع مهمة،
بدي أسألك أنا من ناحية شخصية، لما أنت تشتغلي في مشروع أو تتشارك في مشروع يعني معين، هل بتلاقي عقوبة يعني صعوبات في التواصل أو صعوبات في نقول الاشتراك بمشاريع معينة بالمقارنة أو بوجودك كأكاديمية في جامعة؟ يعني أنت بتعرف بعض الجامعات بتفضل مثلاً إنه الجامع الأكاديمي يكون متفرغ مثلاً في جامعته، يكون بده يشتغل بطريقة معينة في بوليس معينة في الجامعة. فهل أول إشي من ناحية شخصية واجهتي صعوبات في هذا الموضوع، إنه أنت مثلاً بتشتغلي مع مشروع انترناشونال وجامعتك مثلاً ما كان إلها دور فيها، ممكن يصير إحراج أو شغلة زيك أو أي إشي شبيه في هذا الموضوع؟ تاني استفسار، كيف بتمسكوا بين بعض الجامعات إذا أصلاً الجامعات مثلاً ما كان فيها تعاون مع بعض، أو مثلاً في صعوبات زي ما بتعرف من ناحية الدول العربية في مشاكل سياسية، في مشاكل كتيرة، كيف تتغلبوا على هذه الصعوبات وبتقدروا في الأخير تنجزوا المشاريع هذه وتحققوا التشارك مع بعض؟ شكراً. شكراً لحضرتك دكتور شادي. بالنسبة لسؤال حضرتك الأول الخاص بالعقوب يعني المعوقات الشخصية، هو الحقيقة لا أبداً، بالعكس بالنسبة لي يمكن أنا محظوظة بوجودي في جامعة عين شمس، لأن بالعكس إحنا الإدارة العامة للجامعة والرؤية الخاصة بالجامعة هي تشجيع التعاون البحثي، وبما إن الفاندينج جاي external funding بالعكس دي حاجة بيتم الترحيب بيها، بلس إن يعني الـ التقدير للباحثين اللي بيعملوا collaborations مع جامعات مختلفة وبالذات مع جامعات أوروبية بيكون أكتر من جامعتنا، يعني معان شخص ملوش أي collaborations. يعني ريسنتلي مثلا أنا تم انضمامي للمجلس البحثي لجامعة عين شمس المعني باتخاذ القرار واستراتيجيات البحثية الخاصة بالجامعة بناء على التعاون والكولابوريشن الدولي. فالحقيقة إحنا كرؤية جامعة عين شمس بالعكس يعني هي بتحبز جدا الكولابوريشنز والإكسترنال فاندينج، فالحقيقة ده ما كانش معوق خالص بالنسبة لي بيرسونال. بالنسبة للتعاون بين الدول المختلفة، ومش عايز أقول حركة مش بس كمان في الدول المختلفة، يعني أنا عايز أقول حركة إن إحنا للأسف في الدول العربية قد نكون إحنا أشخاص في نفس الانستيتيوشن وبس أقسام مختلفة وما بيبقاش في تعاون بيننا إحنا كمان شخصيا يعني. فالحقيقة دي مشكلة عندنا ودي مشكلة كبيرة في الباحثين العرب. وأنا مثلا يعني لو قلت على مستوى الباحثين برضو أنا ممكن أرجع المشكلة دي لبعض القوانين المنظمة مثلا لقواعد الترقيات for example. يعني هدي حضرتك مثلا، في كل تخصص في تصنيف لبعض المجلات البحثية اللي الباحث ممكن يترقى بيها ياخد مثلا جريد أعلى من مجلات أخرى. طيب لو ما أنا حصل لي الليميتيشن ده أو أنا شايف مجلات معينة لازم أنشر فيها، فلو أنا تعاونت مع شخص تاني في تخصص تاني هيبقى كمان هو عايز ينشر في المجلات الخاصة بالفيلد بتاعه، فكده إحنا الحقيقة قضينا على الانترديسيبلينري ريسيرش، لأن أنا كده بيتم إجباري إن أنا أنشر في مجلات معينة otherwise أنا مش هقدر إن أنا أترقى بيها أو هاخد درجة قليلة أو whatever. ففي حضرتك يعني التعاون ما بين الـ الأشخاص في نفس المنشأة أو في حتى في نفس البلد دي مشكلة كبيرة جداً، والحقيقة إحنا بنعاني منها في الدول العربية. ولكن من خلال أكاديمية الأجيا بما إن هي independent، وأنا حعمل هايلايت على كلمة independent في أفكارها، independent في البروجكتس الخاصة بيها، فحتة الكولابوريشن ما بين الانستيتيوتس ما فيهاش مشكلة من خلال الممبرز. يعني حضراتكم هتلاقوا إن إحنا يعني في كولابوريشنز ما بين الممبرز المختلفين بغض النظر عن إحنا جنسيتنا إيه أو في بلد إيه، مجرد إن إحنا ممبرز under the umbrella of AGYA إحنا بنقدر نتعاون بشكل very very independent. والحقيقة ما عندناش المشكلة دي في أكاديمية الأجيا. بس أنا متفقة مع حضرتك إن فعلاً مش بس على مستوى البلاد المختلفة ومش بس على مستوى الانستيتيوشنز في نفس البلد، ده ممكن في نفس الانستيتيوشن ما بين الديبارتمنتس المختلفة
نلاقي مثلا الريسيرش الكولابوريشن ده مش موجود، بس نتعشم بنشر الفكر والانتر ديسيبلينري ريسيرش والفكر الانتر ديسيبلينري والاوبن ريسيرش، نتعشم ان شاء الله ده يتغير طبعا على ايد حضراتكم وعلى ايد كل الباحثين اللي فعلا مؤمنين بالفكره دي. شكرا دكتورة مها، شكرا دكتور شادي. في حد ثاني عنده اي استفسار كمان؟ اوكي تمام. دكتورة مها بس هيك قبل ما ننهي هيك سؤال سريع، نحن زي ما بتعرف نحن بأكاديمية الشباب الفلسطينية ما زلنا في بداية الطريق، ما صار لنا سنة، وبتعرف اي اكاديمية بتم تأسيسها من الصفر بتواجه صعوبات ومشاكل، خاصة إنه لسه ما عندنا تمويل، فما نقدر نعمل أنشطة كبيرة، وهاي فعليا سلسلة الويبينارز هي فعليا أول نشاط رسمي نعمله باسم أكاديمية الشباب الفلسطينية. فكنا عم نتساءل شو في هيك أفكار أو نصائح تقدر تقدمي لنا إياها لمبادرات أو أفكار بسيطة ممكن نعملها خلال السنة الأولى. هيك شيء بحيث إنه ما باخذ أكاديمية ناشئة جديدة. تمام. هو الحقيقة أنا يعني أول حاجة شايفة أنها فعلاً مهمة هي فكرة الديسيمينيشن، إزاي أقدر أعرف أكبر قدر ممكن من الممبر سواء في فلسطين أو خارج فلسطين بالأكاديمية الفلسطينية. يعني الحقيقة أنا كنت سعيدة جداً بسلسلة الويبينارات اللي حضراتكم متبنيينها بالتعاون مع الأكاديميات المختلفة، وطبعاً أنا يعني بصفتي طبعا الرئيس المشارك لأكاديمية الأجيا، بس أنا عضوة في أكاديميات أخرى، فإن شاء الله لو حضراتكم حابين برضو تتواصلوا معاها ممكن إن شاء الله من خلالي كممبر في الأكاديميز دي إننا إن شاء الله نقدر نتعاون من خلال الأكاديميات الأخرى. فأنا شايفة إن step one هي step dissemination، يعني محتاجين إن نعرف أكبر قدر ممكن من الانستيتيوتس، من الممبرز، من سواء في داخل فلسطين أو خارجها بأكاديمية الشباب الفلسطينية. وده ممكن زي ما حضراتكم بدأتوا طبعا وتفضلتوا بالويبينارز، ممكن يبقى activities كمان داخل الانستيتيوشنز المختلفة. يعني why not ان يتعمل مثلا physical workshops في مثلا الجامعات الفلسطينية المختلفة، تعريف بالأكاديمية الفلسطينية للشباب وبالactivities بتاعتها والvisions والmissions الخاصة بيها. ف برضو ده كل ده هيزود في الفيزيبيليتي اوف اكاديميه الشباب، وده بالتالي هينعكس بعد كده مثلا لما يبقى في عدد فولورز كتير، لما يبقى في عدد مهتمين ومشاركين في الويبينارز، ده طبعا هينعكس ان شاء الله بعد كده على الفاندنج للاكاديميه. وطبعا انا بكرر مره اخرى استعدادي ان شاء الله للتعاون سواء بشكل شخصي سواء بشكل بروفيشنال من خلال الاكاديميات اللي انا بمثلها او انا عضوه فيها ان شاء الله لاكاديميه فلسطين، وان شاء الله نتمنى لحضراتكم كل التقدم والازدهار ودايما للاعلى باذن الله. شكرا كثير لك دكتوره، عن جد استفدنا من اللقاء هذا، وشكرا لكم جميعا للحضور اللي حضروا. وان شاء الله بالمستقبل بصير في بيننا تواصل ونعمل مشاريع اكبر. في بدايه الويبينار واجهت الدكتوره ساندي صعوبه بعرض السلايدز تبعونها، فبظن هلا انحلت المشكله التقنيه. ساندي نعم بامكاني اشارككم هلا وبعتذر من المشكله سريع، واسفين على المشكله اللي حصلت في البدايه، فللي بحب يحضرهم ويعني تفضلي ساندي. شكرا ثبات، شكرا دكتورة مها على المحاضرة الجدا مفيدة وحتى على المعلومات اللي خبرتيها لنضموا لنا اليوم. كمان بشكرك جدا على النصائح اللي طرحتيها، وإن شاء الله رايحين نتبعها، وأكيد راح أكون جدا سعيدة إنه أتواصل معك كمان مرة لحتى نكون علاقات مع أكاديميات أخرى، وبكون رائع انه نتعرف عليهم ايضا من طرفك. ويعني ان شاء الله بتامل انه يكون كمان في مجال لبعض التعاون سواء بمشاريع، يعني في حاله كانت أجيا عندها مشاريع وبامكانها تتعاون او بتحب تتعاون مع اكاديميات اخرى، فنحن اكيد متوفرين ويعني راح نستجيب بكل طاقتنا لنتعاون معهم. وبتوقع هيك منكون يعني أنهينا بالوقت المناسب،
ففعلا كانت اليوم ويبينار جدا رائع، وشكرا لجميع الحضور وشكرا للي شاركوا وطرحوا أسئلتهم، ومرة أخرى شكرا دكتورة مها على وجودك معنا. وأنا هلأ راح أشارك السلايدات، راح على أساس هيك راح يضل شوي المحضر يعني لحديت ما يخلصوا السلايدات وبعدين راح نسكره. ما بعرف شو صار هالكاميرا. السلايد طلعوا سنتي. مزبوط، مش عارف شو صار كم مرة. هلا نعود نعمل نكمل كم مرة. هيك بنكون بإمكاننا ننهي المحضر بشكل تام. ممكن بس أنا رافع إيدي إذا بدي أسأل أول طب حاجة. تفضل. الله يزيد فضلك. شكرا جزيلا للقاء الجميل، وشكرا للدكتورة مها، وشكرا للقائمين جميعا، وشكرا لك أخت دكتورة ساندي والدكتورة مها، بارك الله فيك وشكرا جزيلا. بس إذا في إمكانية تعملوا لنا شيرينج للسلايدز، بعتونا إياهم بالإيميل، لأنه فيها الـ فيها المواقع صفحة الدكتورة وصفحة باقي الزملاء، يعني اللي فيها الإيميلز والشغلات هاي. إذا في إمكانية تعملوا لنا بس شيرينج للمحتويات هذه، وبارك الله فيكم. بالنسبة لهذا الموضوع نحن عملنا ريكوردينج، فبالتالي راح نرفع الفيديو على الموقع، موقع الفيسبوك وصفحة الـ PYA الأكاديمية. وما بعرف دكتورة مها، هل عندك مانع إذا تم مشاركة البرزنتيشن عن طريق الإيميل، أو بتفضل إنه أبداً مش مشكلة خالص؟ إن شاء الله. شكراً. معناته مساءكم سيد، وشكرا مرة أخرى. شكرا. سلام عليكم. مع السلامة. سلام عليكم.